السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح أتكلم لكم عن الميزات اللي توني مكتشفها في iOS 13.4 في النسخة الأولى. ما راح أتكلم عن السلبيات، فقط الميزات. الحين فلو بنخش في الشورت كات أو الاختصارات، الحين تقدر تضيف هنا شازام. أنا أضيف اختصار جديد، تقدر مثلا تكتب شازام وتقدر تضيفها هنا وتخليها مثلا تشغل لك الموسيقى نفسها وتسمع الحين الموسيقى هي شازام، تطلع لك مكان الموسيقى، فتقدر تطلعها من هنا مثلا أو تشغلها من الاختصارات. طيب هذه ميزة مرضو في الايوس من مكتب 13.4. برضو لو نخش بما ان على الشازام نخش في الموسيقى، الحين في الموسيقى تبي تشوف الكلام حق الغنية نفسها، تقدر تشوف التقسيم اللي يطلع عندك مثلا تسمون البيت الاول بعدين يصير مسافة والبيت الثاني، فبعد الموسيقى يكون عندك كذا. الحين هذا برضو ميزة المسافة بين الكلمات او بين الابيات. وبرضو باللغة الانجليزية، ما ادري في اللغة العربية حطوها ولا لا، انك مثلا مشغل اغنية حين وتبي تشغل اغنية ثانية تقدر تضغط هنا، خلينا نختار موسيقى، الكلمة تغيرت هنا التشغيل في الاخير مثل ما شوف. بالانجليزي كانت play next او التالي نفس هذه، الحين خلوها play late في الانجليزي. يعني فاذا كان حد يستخدم الانجليزي راح يشوف الكلمة تغير. برضه حين لو نخش الاعدادات، نروح تسهيلات الاستخدام، ننزل تحت نخش اللمس، لو نشغل الاسيستف تاتش اللي هنا، لو انك مشغل الاسيستف تاتش فراح تشوف خيار هنا المكوث بالعربي مكتوب عليه اللي يكون حقي تغيرت. فاذا كنت مشغل الاسيستف تاتش اللي هي الدائره اللي تطلع لك هنا، لكن تستخدم الماوس راح تحتاج دي تكون موجود عشان تشغل الماوس عندك الجهاز، فالخيار هذا راح تغير اللي يكون حقته. وبما ان هنا نروح حق سيري برضو، فلو نفتح في التسهيلات، لو نروح حق سيري ننزل تحت نخش هنا، هنا خيار جديد ذا حلو فيه انه مثلا اذا كان الجهاز موجود على السطح كذا مثلا وقلت الكلمة مرحبا سيري او هي سيري على حسب الكلمة حقتك انت على حسب اللغة حقتك، في الاصدارات اللي موجودة الحين للكل تحت 13.4 ما تشتغل سيري بمثل، لازم تكون في يدك او ان الجهاز على الطاولة كذا، مثلا حتى لو في الباكت حقت ما راح تشتغل، لكن الحين تقدر تشغلها مثل ما نشوف هنا مكتوب ان حتى لو كان الجهاز الاسفل كذا من الترجمة مثلا، ما ادري شلون جاية، او انه مقطع مثلا في الباكت حقك، تقدر تشغلها ولو قلت مرحبا سيري وهي سيري راح تشتغل سيري عندك. فهذه حركة حلوة محطوطة هنا في الاعدادات تسهيلات الاستخدام في سيري، تنزل تحت تشغلها. برضو الحين في خيار جديد انك اذا قلت مثلا مرحبا سيري وبالعربي او bring me to the home screen، ف اوكي مثل ما نشوف طلعت، فالحين مثلا جهازك وسخ او شيء تقدر تقول لها وتخليك ترجعك على الصفحة الهوم سكرين، يعني تقدر تستخدم في البرنامج تطلعك من برنامج بس ما تدخلك على البرنامج. وكمان اذا كنت في اي برنامج فاتحة عندك في خيار جديد بس مش للكل طالع الاصدار هذا، لكن بعض الاشخاص يقول لك طلع عندهم، انك ضغطت هنا يجيك خيار جديد هنا انك فتح في الخلفيه، ما ادري ايش معناته، انا ما طلع عندي، حولت انجليزي عربي ما طلع عندي، بعض الاشخاص طلعت الكلمه عندهم ما ادري ايش معناته، لكن معلومه وحبيت اقول لكم اياها انه موجود على الاصدار الجديد. بما ان احنا في سفاري نتكلم، فنخش الاعدادات ننزل تحت ندخل على سفاري، اخر شيء هنا المتقدم، ففي أشياء كثيرة هنا في سفاري هنا تقدر تتحكم فيهم، لكن أتمنى أن لا تلعب في أشياء كثيرة لأن هذا الشيء الرئيسي. فإذا كنت تعرف لحق المتصفح والأشياء كثيرة يعني عن الويب والأشياء تقدر تطفي وتشغل أشياء، فأتمنى أنك تجيب العيد يعني، لكن إذا كنت تعرف أشياء تقدر تطفي وتشغلهم من هنا. مثل ما نشوف هنا الويب جي بي يو برضو الويب جي ال 2.0، فتقدر تتحكم فيهم إذا كنت تعرف كثير على الويب يساعدونك في الأشياء. ولو بنتكلم عن الايباد الحين مع الكيبورد الجديد، طبعا أنا عارف إن عندي مشكلة هنا في الكتابة باللغة الإنجليزية، لكن إذا كان عندك كيبورد الحين في اختصارات طلعت على نفس برنامج الصور، فلو تضغط مثلا كومن فيطلع لك اختصارات هنا كيف تتحكم فيها، مثلا تضغط واحد يطلع لك حق السنوات، اثنين تحكم فيها مثل ما نشوف، ثلاثة مثل ما نشوف. فهذه الحركة جديدة إذا كان عندك تستخدم الكيبورد الرئيسي حق الآيباد أو أي كيبورد، بس لكن هارد كيبورد مش كيبورد الشاشة. وبرضو الفي بي إن، إذا كنت تستخدم الفي بي إن في الشكل حقه تغير الحين، مثلا لو تشغل الفي بي إن مثل ما نشوف هنا، جاري الاتصال أوكي يلا
أوكي مثل ما نشوف هذا اشتغل في بي إن، هذا شيء حركة قديمة، لكن تطفي الحين تشوف حركة البي بي إن يجي لك خط عليها، هذه حركة جديدة برضو. وبرضو الكنترول سنتر، كل الأشخاص اللي ما عندهم الزر تحت إذا نزل كنترول سنتر يطلع على الوقت والتاريخ كل شيء فوق. في الآيفونات القديمة اللي فيهم الزر ما رح يطلع له، مثل ما نشوف لو نفتح الكنترول سنتر ما رح يطلع على الوقت هنا في الكنترول سنتر، فإذا سحب الشاشة مثلا تحت ما رح يطلع له. لكن الحين في الإصدار الجديد في الآيوس 13.4 إذا كان جهازك فيه زر تحت فتحت الكنترول سنتر رح يطلع لك الوقت هنا. برنامج صحتي بالعربي في حين حركة جديدة، إنك لو تخش مثل ما نشوف هنا الملخص معروف ذا القديم الملخص، لكن الحين في خيار هنا لو نضغط عليه ننزل تحت إضافة حساب. فمثلا إذا كنت في مستشفى المستشفيات لا قدر الله مثلا تتعالج أو شيء تقدر تحط المستشفى، والمستشفى نفسه يعرف إذا كان مثلا عندك على الساعة يأخذ دقات القلب الأشياء دي، فأضافة مستشفيات أكثر هنا، أو مش لازم مستشفى مستوصفات، أو المهم إنه حق العلاج الطبي. وبرضو برنامج الميجور القياس أيوة، الحين إذا كان جديد مثل ما نشوف هذا الإفكت قديم التأثير ذا، لكن الحين بتأثير جديد مثل ما نشوفه. ففي الآيوس 13.4 يعني راح يعلمك جهتين، فنقدر تسوي مسح حق الجهاز أو السطح، أو إذا حتى لو إنه سطح عمودي راح تقدر تسوي له مسح بالحركة ذي اللي بعطيك إياها، فتأثير خفيف بس. برضو برنامج الهوم، إذا كنت تستخدم برنامج الهوم المنزل هو الفونت أو الخط في تغيير خفيف، هذا التأثير أو هذا التغيير الخفيف اللي كان في 13.4. فتقريبا هذه كل الميزات وهذه كل الأشياء. لما تكلمت لكم برضو عن ميزة الكي إن أبل فاتحة حق المطورين أو حق الشركات إن يقدرون يستخدمون الجهاز الآيفون أو ساعة أبل إن يفتحون السيارة بالـ NFC، هذا في 13.4 مثل ما قلت لكم. فانتظر الشركات يستخدمون ذي الشيء عشان خلاص ما تحتاج تطلع بالمفتاح جوالك تفتح السيارة حقتك وتشغلها بس. ففي هذا الفيديو، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع ومن لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، لا تنسون فضل دعاكم، والسلام عليكم.